هنروح مباشرة لمدينة العالمين لأن الكواليس كتير ومهما نتكلم مش هنتكلم أفضل من اللي موجود على الأرض. هناك معانا زميلتنا جمانة ماهر. جمانة مساء الخير، ومباشرة على طول ندخل في تفاصيل الكواليس النهاردة. في كواليس كتير، في حفلة مرتقبة للكينج محمد منير. كلمينا أنت بقى على اللي بيحصل عندك وانقلنا الصورة كأننا معاكي. مساء الخير عليك يوسف، ومساء الخير على كل مشاهدين التساوي، مشاهدين القناة الأولى. الحقيقة أنا معاكم دلوقتي من ممشى العالمين. الحقيقة ممشى العالمين طبعا زي ما احنا عارفين بيمتد ل 7 كيلومتر، ده في المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية أيضا 7 كيلومتر. وحقيقة كمان في ناس موجودة كتير، يعني في زحمة لكن الزحمة خفت دلوقتي شوية لأنه الزحمة الأكتر كمان عند اليو أرينا، مكان طبعا انطلاق حفل الافتتاح. خليني اكلمك عن النسخه الثانيه من مهرجان العالم عالمين يا يوسف. الحقيقه انه النسخه الاولى لاقت نجاح كبير جدا، وكان في قدرنا نستقبل الحقيقه عدد كبير جدا، ان كان من جموع الشعب المصري او حتى من اشقائنا العرب او حتى من السائحين. ده على قد ما هو يبسطنا ويفرحنا، على قد ما بيحمل الحقيقه اداره المهرجان خلينا نقول مسؤوليه اكبر، وامامهم تحدي اكبر عشان النسخه الثانيه تخرج في افضل صوره ممكنه. ده عشان يحصل اخذوا على عاتقهم طبعا ان هم يقوموا بتجهيزات كبيره جدا وضخمه جدا في النسخه الثانيه من مهرجان العالم عالمين. كان من ضمن هذه التجهيزات طبعا بناء اليو ارينا او الارينا الجديده اللي مجهزه باحدث الامكانيات عشان تستقبل الحفلات او الكونسرتس اللي هتكون موجوده على مدار الويكندز او طبعا ايام الجمعه والسبت او الخميس وجمعه والسبت، ومجهزه لاستقبال 30,000 شخص بعدد ضخم. الحقيقة تجهيزات كبيرة جدا موجودة. النهاردة طبعا هيكون حفل الانطلاق، حفل الافتتاح هيكون مع الكينج محمد منير. هي في هناك زحمة كبيرة جدا، وطبعا كل محبين النجم الكبير الكينج محمد منير أكيد موجودين كمان هناك. خليني أقول لك على كم مفاجأة بقى يا يوسف. الحقيقة إنه المسرح مش بس هيشهد استقبال الكينج محمد منير، لكن في بعض التفاصيل خليني أقول لك عليها. أولا هيكون في المؤلف الموسيقي مصطفى الحلواني هيكون موجود كمان على الستيج، هيعزف مقطوعة موسيقية على البيانو لفلسطين. هيكون في كمان خلينا نقول كوريوغرافي أو رقصة من مستوحاة طبعا من الدبكة الفلسطيني أو رقصة أصحاب الأرض. هيكون في كمان أغنية جديدة لدينا الوديدي، الأغنية طبعا على شرف فلسطين الحبيبة، ده بالإضافة لوجود الكينج محمد منير طبعا على خشبة المسرح. يمكن وأنا بقول لك كل التفاصيل دي يا يوسف، الحقيقة هي تفاصيل تعكس وتؤكد اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية، وأنه مصر بتركز بكل أدواتها على أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لها. والقوة الناعمة مش أداة بسيطة أبدا بالنسبة لمصر، خاصة دولة زي مصر قوتها الناعمة هي أداة ضاربة الحقيقة وقوية جدا، ويمكن بتصل لجموع الشعب العربي كله. فإن احنا نكون موجودين في هذه النسخة اللي بتحمل شعار العالم عالمين، والشعار طبعا بيحمل علم مصر وأيضا علم فلسطين، ده غير كمان خليني أؤكد على أنه إدارة المهرجان أعلنت أنه 60% من أرباح المهرجان هتروح لفلسطين. حتى يمكن فعاليات كتير جدا هتشهد البصمة الفلسطينية اللي هتكون موجودة وحاضرة بقوة، وكل قلوبنا وكل قلوب الشعب المصري الحقيقة سعيدة جدا بأنها هتكون موجودة، لأنه تعبير ولو بسيط على اهتمامنا وحبنا لأشقائنا الفلسطينيين. في فعاليات كتيرة جدا بجانب حفل الانطلاق النهارده، ده غير انه هيكون في فاير ووركس طبعا، وهيكون في يعني احداث كتير قوي. مش عايز احرق لك بقى كل المفاجآت، هسيب لكم شوية مفاجآت. لكن حقيقي الجو حلو قوي، والجو مبهج جدا، والناس كمان مبهجة جدا الحقيقة. وفي فعاليات كتيرة جدا ومهرجانات داخل المهرجان كمان موجودة، إن كان الفود فاستيفال أو حتى مهرجان نبتة، فعاليات رياضية كتيرة جدا موجودة وثقافية ومسرحية، حاجات كتير جدا 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 موجودة. أعتقد إن احنا هنحتاج إن يمكن أيام عشان نقدر نشوف كل الفعاليات دي، أكتر حتى من 30/8 بعد انتهاء المهرجان. فالحقيقة يعني يا يوسف أنا سعيدة جدا ان انا موجودة النهاردة من مدينة العالمين الجديدة، سعيدة جدا ان انا شايفة الزخم ده، وسعيدة جدا ان انا شايفة حقيقة ناس كتير موجودة هنا حريصة ان هي تحضر حفل الافتتاح، ان كان حتى من خلال الارينا او في تواجدهم من خلال تواجدهم في الارينا او حتى من على الممشى. وبص يا يوسف انا النهاردة مش لوحدي، كمان معايا ضيفين صغيرين حابين هم يطلعوا يتكلموا يا ريت يعني هم مش عارفه هم كانوا لسه واقفين اطفال بقى معلش هنلاقيهم دلوقتي
هم كانوا حريصين الحقيقه يوسف ان هم يمكن اتكلمت معاهم قبل ما اطلع معاك هوا. هم كانوا حريصين ان هم يطلعوا ويتكلموا. اكيد اكيد في حاجه شدتهم عندك العالمين، وكانوا هم قالوا لي ان هم هقول لك انا بقى انا اتكلمت معاهم برضه. هم اتكلموا ان هم يمكن مش اول مره يجوا الممشى، ممشى مدينه العالمين، وان هم بيجوا هنا لانه الجو حلو وبيقدروا يركبوا عجل هنا، وبيقدروا ان هم يجوا مع عائلتهم كلها هنا. يعني العيله ما شاء الله كبيره، انا شفتهم واتكلمت معاهم قبل لقائي بيك على طول، واوعدك لو يعني المره الجايه الاقيهم معاكم غالبا راحوا يركبوا العجل فعلا. ما انا بقولك اكيد في حاجه شدتهم عندك. هما يعني هما بيتكلموا فعلا، هما يعني هما كأطفال اكيد مش هيعرفوا يعبروا قوي، لكن خليني اقول لك ان البنوته الصغيره قالت لي كده لفظا منظر خلاب. الله، فانا حتى الله انبهرت من هي قالت الله المصطلح ده. الله بالظبط كده، هو يعني هو المنظر خلاب، خلاب، وقالت الجو حلو قوي وبنيجي هنا مع اسرتنا. المنظر خلاب وانت سعيده يا جمانة، واكيد لازم تكوني سعيده، ما هو ما انت قاعده في العالمين اللي هي بتمثل لنا يعني نسمه هواء حلوه في يعني في جو الصيف ده. اتمنى تكون مسامح يا يوسف. جدا جدا جدا. هو طول ما انت بتنقل لنا الصوره عندك ان احنا موجودين، وكمان في حاجات لسه هنقولها دلوقتي المتحده عاملاها، الشركه المتحده عاملاها، فاحنا كاننا معاكم بالظبط. انا بشكرك جدا جمانة ماهر، انا عارف التفاصيل كتير عندك وعارف الاخبار كتير وعارف الجو حلو جدا والصوره باينه وراكي، لكن احنا هنروح من بعض فين؟ يعني احنا كل يوم مع بعض ان شاء الله. بشكرك جدا. بالظبط بالظبط. شكرا زميلتنا جمانة ماهر كانت معنا مباشرة من العالمين، وهتكون إن شاء الله معنا في رسالة يومية تنقل لنا الصورة.